السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني متابعين قناة كشف الكنوز، أحييكم مشتركين ومتابعين، عساكم جميعا تكونوا بخير وعافية. جايبكم في هذه الحلقة إخواني جهاز صغير، أصغر جهاز كهرومغناطيسي حاليا. هو جهاز صغير الحجم، رخيص الثمن. سوف نعدد يعني عدة الاستعمالات له. وهذه العلبة، علبة الجهاز، جهاز كاشف معادن، ليس لشيء آخر كما يعني ممكن يظن البعض. هو جهاز كما تلاحظون، وهذه عبتو. راح نفتح الجهاز إخواني ونتكلم عنه، رجاء ابقوا معنا. نعم إخواني، إذا أخرجنا الجهاز هذا. من المنشأ طبعا. نعم إخواني، هذا هو الجهاز. طبعا هو الجهاز يعمل على بطارية 9 فولت. نحن ركبنا البطارية هنا قبل ما نصور الحلقة عشان كل شيء يكون جاهز. نعم إخواني، المميز في الجهاز أنه كما قلنا يعني هو كهرومغناطيسي صغير متعدد الاستعمالات. طبعا هو يعمل على الصوت وإشارة الضوء هنا في هذا المكان، يعني يعطي صوت ويعطي ضوء بنفس الوقت على المعادن. طبعا هو يساعد في صغر هذا الحجم وهذا الشكل، يعني شكله مظهر جميل. كثير من الأخوة يعني أحيانا في الحفر لازم يعني الباحث أو المنقب أو الذي يعني يحفر أو يكون معه أداة يعني تؤكد أي قطعة. في كثير ناس يخسروا قطع كثير، يكبوها ويرموها ويتركوها، يفكروها أنها ليس لها قيمة، فممكن يكون هي ذات قيمة لكن لا تظهر بسبب التراب، لا ترى بالعين المجردة بشكل يعني صحيح. فيجب أن يكون معك أداة، يعني هذه الأداة هي المثلى لهذا الموضوع، بنفس الوقت يعني تتأكد أي قطعة تخرج معك وأنت تحفر وأنت يعني تعمل في المكان. لربما تظهر معك قطعة ولو كانت صغيرة، يعني ولو كان حجمها صغير لكن قد يكون لها ثمن كبير، فبذلك راح تروح عليك فرص كثيرة في هذا الأمر. طبعا إخواني نحن في فصل الصيف، أيضا كثير من الأخوة بيطلعوا على الشواطئ والسواحل مثلا، يعني كنزهة كذا، تستطيع اصطحابه معك مثلا بحيث لا يلفت النظر، ليس له يعني حجم كبير، وزن ثقيل ليس له ذلك، و يعني شكله لا راح يلفت النظر عليك ويحملك المسؤولية إذا كان معك جهاز يعني كالأجهزة المعروفة حجمه كبير، وراح يعني تعرضك في بعض الأحيان المسائل القانونية. الشيء الجميل أيضا، ممكن أي إنسان أخي الكريم في أي بلد ممنوع عندك يعني كاشفات المعادن والأجهزة التي تكشف، ممكن أيضا يعني هذا الجهاز تجلبه إلى البلد يعني بلدك، وتستطيع ليس في أي مشاكل بالنسبة لهذا الموضوع، تستطيع أنه تجلبه ما في أي عليه، وسعره جدا رخيص لا يتجاوز 150 دولار فقط، يعني إن كان يرى 30 سنتي 40 سنتي مثلا. وهناك عندك أجهزة اليوم سعرها 700 دولار 1000 دولار، وهي لا ترى إلا 30 40 50 سنتي كثرت، يعني إن كثر سعرها 1000 دولار أو 800 دولار 700 دولار مثلا حسب البلد، يعني بشكل متفاوت. فجميل جدا يعني إذا كان هذا السعر وأي إنسان يستطيع أن يجلبه إلى أي مدينة إلى أي بلد، كون أنه يعني ما راح يحملك المسؤولية يعني المعروفة القانونية أنه ممنوع وكذا، فهو يعني بسيط جدا وسعره رخيص، وكما قلت متعدد الاستعمالات، يعني سهل حمله، و يعني حتى في النزهات حتى في الأماكن البحث. وممكن أيضا أنت أخي الكريم تطوره مع الأيام مثلا، وهنا تضع له عصا مثلا، تلصقه بعصا بلاستيكية ممكن حتى يصير عندك الشغل أسهل فعليه، فممكن تطوره. يعني جهاز هو حي أصغر جهاز أنا شفته في موضوع يعني كشف المعادن، أصغر جهاز. راح نجربه إخواني أمامكم،
الآن كما قلت وضعنا هنا البطارية 9 فولت، وهذا هو الباور. هكذا أصبح. طبعا هنا في خيارات إخواني، ممكن إلغاء الصوت، يعني إذا كنت في مكان لا تريد أحد أن يسمع صوت، فقط ضوء، يعطيك ضوء فقط، وممكن أيضا يعطيك صوت مع ضوء، وممكن فقط موضوع الإغفال. كما تشاهدون إخواني هنا عطاء، حتى تكون الصورة واضحة. نعم إخواني، كما تشاهدون هنا راح نفتح مثلا الصوت مع ممكن البطارية تكون قليلا، هو يعني لا بأس به. كما قلت إخواني يعني مسافة كثير الأجهزة بهذه المسافة حق يعني ثمن باهظ، يعني يكون 700 أقل شيء، يعني أقل شيء 700 إلى 1000 دولار، وفي بلدان لا تستطيع أن تجلب هيك أجهزة، فهذا ممكن يعني سهل شحنه، هو سهل يعني لن يحملك تلك المسؤولية، وبنفس الوقت يعني رخيص الثمن، يعني لا بأس في جهاز صغير جميل، وأهم شيء أنه الحمل، يعني الذهاب به، الذهاب إلى مكان الحفر، إلى مكان شيء بكل سهولة، وأنت تحفر تستطيع أن تتركه ثم تبحث به وتتأكد من أي قطعة تشك بها. في كثير من الأخوة راح عليهم قطع يعني بهذا السبب، لأن لن ترى القطع الصغيرة في المكان. يعني حتى بالعرض إخواني لاحظوا، يعني فكرة جميلة أحببت أن أفيدكم بها، ولأول مرة يعني أرى بالفعل يعني هكذا جهاز بهذه القدرات، يعني القدرة لا بأس فيها، ممكن البطارية تكون إذا كانت أقوى من هكذا شحنة مثلا، أو هذه بطارية مستعملة ليست يعني جديدة أنا وضعتها حتى يعني أريكم في الفيديو. يعني ذكرت عدة أسباب، وفي أسباب أخرى متعددة للاستعمال يعني هذا الجهاز، ويأتي يعني من شركة أيضا معروفة إخواني. نطفئ نطفئ الجهاز. نتكلم عن يعني استعمال الموضح هنا في الصورة، هو مخصص في يعني القطع المعدنية وكاشف المعادن كما هو مكتوب واضح باللغة الإنجليزية إخواني، إنه جهاز كاشف معادن. نعم، وإن شاء الله يعني إخواني بحب مثلا يعني اللي بحب يقتني هيك جهاز و يحب أن نساعده في إرسال يعني اقتناء هذا الجهاز، ما في أي إشكال، يعني ممكن متوفر هنا في تركيا، وهو جديد يعني لم أرى سابقا مثل هذا. اللي بحب أنا راح أترك يعني رقم تليفوني عبر الواتس أب، اللي بحب يتوصل مثلا يحب هيك شيء مثلا، ما في أي إشكال، وإن شاء الله يعني نساعده. وكما قلت يعني ثمنه ليس شيء، يعني ثمنه جدا رخيص. نرجو للجميع أن نكون قدمنا لكم الفائدة المرجوة إخواني، ويعني أطعناكم على شيء إن شاء الله مفيد لكم جميعا. نستودعكم الله بالتوفيق للجميع، لا تنسوا إخواني دعم الفيديو ودعمنا في القناة، إن شاء الله بمعيتكم نوصل إلى 50,000 و100,000 مشترك إن شاء الله،
ولا تنسوا الاشتراك في قناتي الثانية، راح أترك لكم الرابط أسفل الفيديو. أستودعكم الله، لكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.